مشاهدينا، فقدان هيبة المهنة هذا الشيء يمثل هاجس لدى الكثير من الموظفين، ويرجع ذلك إلى أسباب تختلف من شخص إلى آخر. العديد من المهن تتطلب فعلا مهارات خاصة في التعامل مع سواء الموظفين وأيضا العملاء، لذلك فإن العديد من المهن تتطلب نقول هيبة خاصة من أجل حث المراجعين على احترام الموظف وأيضا تقدير وضعه المهني. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفتنا بالاستديو، استشارية في الجودة جليلة حمود الحمدان. حياك الله جليلة معنا. الله يسلمك. الله يسعدك. سعيدة جدا أن أنا اليوم معك. احنا سعيدة يا جليلة. حياك الله. يسلمك. أنا بالبداية صراحة قلت راح نطرح موضوع راح يكون مفاجأة، لأن أول مرة صراحة أنا أسمع في الموضوع يعني إنه يناقش إن هيبة المسؤول ولا هيبة. نعم. فشنو مقياس هيبة المهنة؟ نعم. هيبة المهنة أول شيء إذا أنا بتطرق عليها كدولة على مستوى الدولة، هيبة المهنة أنا هني عندي أول شيء في الدولة عندي الأزمة بالإدارة مو في الموارد. أنا عندي كل التخصصات، صح، عندي شباب وطاقة، عندي إياهم كل التخصصات. وين الهيبة هني؟ القوانين. ان ييك يا محمد قبل شوي تحت الهواء قاعد اقول لك اي مسؤول كل شوي مسؤول شو يسوي؟ يحط قانون على كيفه. نفس مثلا الدكاتره او المدرسين لما يدشون الفصل يبدون شنو؟ يحطون قوانين على كيفهم. فانت هني افقدت المهنه هيبتها لان القانون قانون. لو بتكلم على المعلمين والقوانين اللي قاعد تصدر مؤخرا بالنسبه لهم اللي قاعد تفقدهم هيبتهم، اللي تخلي الطلبه يتطاولون عليهم، ونفس الشيء انت تصير الحالات والعكس صحيح والمعلم يتطاول. اي انا اقول لك احنا لازم يكون لنا شنو؟ احنا نشوف مؤخرا اللي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي اي سلوك داخل المدرسه قاعد يطلع ويصور بس كان المعلم هو اللي غلط، مع ان الطالب كان قاعد يستفزه وكان يعني كان متعمد في وقت اللي هو التصوير. فأنا شنو الحل عندي؟ أنا الحين عندي هالمشكلة، الحل عندي اللي هو أسوي برنامج تهيئة حق أولياء الأمور الطلبة والمعلمين في أي إدارة، حتى لو موظفين كل واحد يدش مهنته لازم عارف القوانين. هذه مشكلة جليلة منتشرة، ثقافة التهجم أو خلينا نقول فقدان هيبة المهنة قاعد نشوفها مع الداخلية. نعم. قاعد نشوفها بالمستشفيات. نعم. قاعد نشوفها مثل ما تفضلتي بالمدارس. نعم. قاعد نشوفها أيضا في مع المراجعين في الوزارات. نعم. فيعني هي صارت ثقافة للأسف غريبة علينا. منتشرة. بالضبط. منتشرة. أنا بس بقول شغلة لأنك قلتي اللي هو رجال الأمن هذولي وظائف حكومية، هيبتهم من هيبة الدولة اللي هم القضاة رجال الأمن. الشواذ هذه اللي قاعد تصير هذه ما تمثلنا. ما تمثلنا إحنا ككويتيين. نعم. في النهاية هذول يمثلون الدولة، هذول رمز لي اللي هو الدولة، أنت هذا موظف دولة ما تتعدى اللي هو عليه. أنا أسلط الضوء وأقول أن الخلل وين موجود؟ في المجتمع نفسه. الخلل في مجتمع نفسه، المجتمع هذا فيه أشياء غلط قاعد تصير، سلوكيات قاعد تينا من برا وقاعد تنتشر. من برا؟ إي من برا بعد. نجلاء حتى الألعاب مالت اليهال قاعد تينا. نعم، فيها عنف وفيها قاعد تي. نعم. أفكار غريبة من برا قاعد يحاولون يطبقونها اللي هو هني، فهذا هني يفقدون المهنة اللي هو هيبتها. بس أنا بعد أبي أقول في ثلاث عندي أربع عناصر مهمة حق الموظفين. يعني أول شيء عشان ما تفقد هيبة المهنة، أول شيء بالعمل لازم يكون شكلك لائق ولا تفقد هيبة المهنة. أنت الحين قاعد تتكلمين عن الموظف. إيه بالمجتمع. كمجتمع أنا. نعم. خل أوضح شغلة. نعم. يعني وتوضحي لي، يعني الحين لما نقول هيبة المهنة. نعم. إحنا ما حددنا وكيل وزير مدير مسؤول أي مهنة. بصفة أي مهنة. نعم. موظف. نعم. موظف عادي أيضا. نعم. الحين أنت عندك هيبة في مهنتك. نعم. كموظف عادي. نعم. الشكل مهم. نعم. في المهنة مكان العمل لازم مكان العمل يكون صالح. يعني أنا ما أدخل والله مثلا إدارة ألاقي طاولات وكراسي بعض ومراجعين وزحمة. ليش ليش وين؟ وين الترتيب؟ وين التنسيق؟ هم من مكان العمل يأثر في هيبة المهنة. صح. رقم ثلاثة ومهم أنا دائما أقول هذا أهم شيء اللي هو اتخاذ القرار. نعم. إذا في عندي مسؤول يدش أو موظف يلا جديد يدش مو عارف القوانين ما يقدر يتخذ أي قرار. طبعا. حتى الموظفين اللي معاه راح يستهزئون فيه. رابع شغلة واللي هي مهمة وهي تعود للتربية والبيت اللي هي الشخصية، أن تكون حكيم راقي في تعاملك. لا تعصب ولا تغضب على قولتهم لأن الغضب يفقدك الهيبة الشخصية أصلا قبل هيبة. نعم. يعني قبل هيبة المهنة. في ناس يعتقدون العكس أن الغضب أو قوة الشخصية أو إظهار الغضب أنه يضفي له هيبة. هذا ضعف أنا. نعم. أقول لأن في حديث عن الرسول اللي هو ليس الشديد بالسرعة. نعم.
ولكن الشديد اللي يملك نفسه عند الغضب. فأنا متى ما أنا كنت قادرة أسيطر على موظفيني أو حتى أنا أسيطر على أعصابي إذا أنا أتعامل مع مراجعين، هني اللي هي الكواليتي والجودة في هيبة المهنة. هذه هيبة المهنة كل موظف سواء كان كبير صغير يقدر أنه يعني يحصل عليها. فيعني هل هي أقدر أنا أتعلمها بالممارسة، يعني موظف يتعلمها بالممارسة، ولا لازم أنه يدش يكون جاهز لها؟ لا شوف، مو سهلة. لا شوف أخوي محمد، أنت لما تدش أي مكان، مثلا أنا موظفة، أنت الحين هني موظفين في الإعلام، وأنتوا لازم عندكم قوانين معينة تمشون عليها. كل مؤسسة، كل منظمة لها قوانين مؤسسة، متى ما أنت عرفت قوانينها أنت راح تحصل على هيبة في المهنة هذه واحترام. إنزين، أنا لما أتكلم عني أنا كموظفين وكعملاء فرضا، شنو دائما اللي يطيح هيبة الشخص؟ أنك تشكك في تخصصه، في شهاداته، في دوراته، في قدراته، راح يغلط. نعم. إذا أنت وفي ناس، وهني في ناس محبطين يشكك في قدراتك، فأنت شنو راح تصير؟ راح تبدأ تغلط. عند التشجيع هو مهم. طبعا. نعم. أبعطيك أمثلة الحين على مهن معينة. حلو. لا لا لا، احنا نبي مهنة الإعلام. وبعطيك الإعلام. إيه؟ يلا. نبي احنا كإعلاميين. والله أنا حاطة يعني أنا. إيه؟ كيف يفرض الإعلامي هيبته داخل الاستديو؟ أنا أقول لك، مو داخل الاستديو، أنا بتكلم عن الإعلام بصفة عامة. أول شيء، أنت شايفة اللي دخلوا الحين الوسط الإعلامي أشباه إعلاميين. أساءوا للمهنة، أساءوا لكم في إفرازات من السوشيال ميديا قاعد تسيء لكم أنتوا الناس المثقفين اللي دارسين عارفين ترتيب، يعني في أساس قوي إعلامي. أنا لما أظهر على الشاشة لبرستيج لأشياء معينة يكون في تنسيق، في ناس لا، العشوائية والفوضى طلعتهم، هذول إحنا نسميهم أشباه إعلاميين. أنا أقول هذول مو إعلاميين ولا يمثلوني. كلام سليم. يعني بالنسبة لكم أنتوا المعايير اللي هو الالتزام، النظام، أنتوا هيبة المهنة أساساً موجودة طول عمرها. حلو. الكويت في الإعلام. وين هيبة الإعلام تكون؟ هيبة الإعلام بقوة شخصيته. جميل. قوة شخصيته، حكمته، هدوءه لما يكون في عنده معاه ضيف، شلون يكون مثقف مطلع على المواضيع. يعني أنا مثلا مذيعة بي ما أقدر أي برنامج أنا ما أعرف شنو الموضوع اللي راح أتكلم فيه، أو ما عندي خلفية. معلومات على الاقل اقرا. شوف الحين المخرج يقول فاصل، بس ما راح نطلع فاصل. لا نكمل شويه. لازم اكون اللي هو مثقفه. بس انا ابي اقول شغله، مهما كان الموظف كفاءه، الا اذا شفت خلل او فقد هيبته، الا انا ارجع واقول الاداره. ابي اعطي مثل بس المخرج. لا لا ترى ما قال ولا شيء المخرج. لازم مهنه الطب. نعم. الطب هذه مهنة خطرة. يمكن أنا إذا شريت سلعة، أي شيء أشتريه، إذا في نسبة خطأ 5%، شو يصير؟ ما راح أتضرر، راح أرد السلعة. لكن إذا داخل غرفة العمليات، طبعاً نسبة الخطأ يلا 1%. ما يحتاج غرفة العمليات. إيه أيوة بالضبط. تشخيص المرض خطأ معناته قاعد يعطيني دواء خطأ، حتى لو أنا في إنفلونزا. وإذا إحنا من أهل المريض على طول راح نرفع قضية ونحاكم، والقضاء لمنه؟ للدكتور نفسه. طبعاً. احنا كمستشارين جوده، كمؤسسه، انا لما ادخل على اي مؤسسه، نعم، اي اشوف والله الموظف غلط، حتى لو انه كفاءه، انا اعطي غلطه يلا 6%، اقول يلا عشان لا اكون ظالمه 10%. حلو. اي ادور الاقي الخطا اداري من الفحوصات، من التحاليل، من المكان، من الاجهزه، من المعدات، من الفريق الطبي الكامل. بتقولوا لي لا هم غلط الدكتور، انزين وين؟ انزين بتقولوا لي الدكتور اوكي يلا، وين الدورات؟ وين التدريب المستمر؟ وين ليش ما كان معاه ناس مستشارين مثلا، او مثلا بروفيسوريه يعني مثلا خاصين يتعلم منهم؟ نعم. فهني في خلل اللي هو في الاداره اساسا. احنا دائما نقول، انا دائما اقول من 90 الى 94% الخلل دائما يكون يعني اداري. هو طبعا الاداره كل من يتكلم فيها، وان شاء الله يعني الكويت قاعد نمشي بالاداره. لا احنا ما شاء الله يعني امورنا زينه. الحين بعد بقول لك شغله استاذه، هل انت مع من يقول بان غلطه الشاطر بألف؟ اكيد أكيد. أنت في المهنة، في المهنة أكيد المهنة. شوف أول شيء اللي يشتغل لازم يغلط. بس خطأ عن خطأ. في أخطاء تودر، وفي أخطاء لا بسيطة يمكن ما تلاحظ فتختلف. فأنا مثلا بعد هم بقول شغلة، يعني مثلا إحنا الكويت هني معروفة بالكتاب، بالأدباء، بالصحافة. شنو في خلل صار عندنا في هيبة المهنة؟ أرد وأقول همن صارت جودة، مو جودة المحتوى اللي قدمه الكاتب على شهرته في وسائل التواصل الاجتماعي. فتنزل الهيبة وسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا احنا اكيد اذا استخدمت غلط اكيد طبعا، لان انت المجال مفتوح، هذا اعلام جديد انت ما تقدر تتحكم فيه. صح. ف
فكل شيء مطروح. فانت عندك مو كل الناس نفس يعني نفس التفكير او نفس العقليه، لا تختلف. ممتاز، كلام جميل. يعني انت كانك الحين تقولين ان وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام ساعدت على فقدان المهن هيبتها. اكيد طبعا. كل المهن؟ مو كل المهن، بس انت قاعد تشوفين اشياء. بالنسبه لي انا وسائل التواصل الاجتماعي استفيد منها. شلون؟ مثلا لما انا مثلا ابي اقيم اي سلعه، اي اشوف اراء الناس. احنا الحين دخلنا في شركه خارجيه، طبعا خارج الكويت، اشتغلنا فيها، اخذنا التقريدات. هذه مبادره ولا شيء ثاني؟ لا، احنا شغلنا كمكتب خارجي استشاري. فلما جينا نسوي عمليه اللي هو التحسين المستمر، اخذنا التغريدات اللي نقد هادف. حلو. وبناء عليها هذا صار عندي معيار، لان هذا راي عميل. نعم صح. فانا بناء عليه ابدا اطور واحسن. تمام. يمكن سالفه وسائل التواصل الاجتماعي ايضا، يعني انا كمثلا كعميل مثلا الحين ابي دكتور معين، فابي دكتور اسنان. نعم. فادش اطالع الحين بالانستغرام وكذا، فبشوف اذا شخصيته ما عجبتني، حسيت انه ما في هيبه، حسيت بانه هو شخص كانه يعني يستهزئ بنفسه، ما راح اروح له. اكيد لكن طبعا. اذا شفت شخص ثاني باحترامه بايضا عملياته راح يقنعني. فهذه اكيد طبعا هذه وسيله كاريزمته. الانسان عمله يتكلم. نعم. عنه. انت لما تشوف انجازه انت راح تنجذب، تقول والله هذا شخصيه يعني محترمه، اروح العياده. انا راح حذر. طبعا طبعا في الاختيار طبعا. جميل. بس دائما اسال مجرب. ما هو في النهايه مثل ما ذكرتي انا عن نفسي التعليقات يمكن تعطي الانسان انطباع اذا كان هذا الدكتور او هذا المكان طبعًا. هذا المنتج طبعًا. جيد ام لا. بس استاذه جليله، سمعنا انه راح يتم انطلاق مبادرة. نعم. من قبلك، فشنو هي هذه المبادرة؟ والله ان شاء الله، ترى انتم يعني اول مرة صرح عنها. ان شاء الله راح تكون مبادرة اللي هي قائد كفو على مستوى الكويت، اللي قائد هي كفو. نعم. قائد كفو على مستوى الدولة، اخذنا فيها ملكية فكرية ولله الحمد. حلو. طبعا راح تنطلق هالمبادرة ان شاء الله قريب على رمضان باذن الله. راح يكون فيها تسجيل، فيها فئات عمرية مختلفة. نعم. راح ناخذ من 10 سنوات الى 17 سنة، ومن 18 الى 30 راح نختار القادة الأكفاء، ونبدأ نحط لهم دورات وبرامج تدريبية نعدهم كقائد للي هو المستقبل. طبعا في ليفلات راح تكون موجودة على الموقع وكل شيء حق التسجيل. بس أنا أبي أقول إن إحنا شنو الهدف من هالمبادرة؟ إن إحنا نخلق شباب كويتي قائد يقود مثلا اللي هي الوزارات بكفاءة. حلو. فإحنا راح نحط، إحنا هذه مبادرتنا هي قادة صف ثاني في كل اللي هي الوزارات. يعني أنا مثلا وسألوني قالوا لي مثلا أنت ياك مثلا الحين شخص عمره 25، راح يتم معي 5 سنين مع شهادات عالمية، يجتاز ممتاز ليفلات معينة. نعم. وبعدين وين يتوظف هو؟ في قطاعة الدولة. إحنا راح نشرف عليه هو شخصيا في سجلاته، في آلية عمله. فأنت دايركت راح يصير عندك في كل مكان قادة. فانت والفئه الصغيره هذه بعد حق المستقبل. طبعًا ان شاء الله هذا موضوع كبير. السؤال الاول، هل هي مجانيه ام برسوم؟ الامر الثاني، مثلا الحين الموظف في مكان معين، وزاره معينه. نعم. فيعني راح تنقلونه انت، يعني شنو السلطه اللي عندكم؟ اول شيء هي مجانيه. ممتاز. حلو. هذا عمل تطوعي مجاني. نعم. يعني كله من خيره يسجل الشخص. اذا هو شايف انه هو قائد كفو، ام يتم ترشيحه من قبل اخرين؟ هو يسجل وبعدين في لجنه للاختيار. حلو. ومقاييس ومعايير معينة راح يتم فيها الاختيار. تمام. واللي راح يكمل يعني اللي ما شاء الله راح يكون في مستوى أعلى هو اللي راح يصعد اللي هو معاهم يعني. حلو. هذا بالنسبة للاختيار. شنو قوة الدعم اللي عندكم له؟ والله إن شاء الله قوة كبيرة. أهم شيء إن إحنا راح يكون عندنا شهادات خارجية من الخارج، خارج دولة الكويت. راح يعني راح نأسسهم على الجودة في البيئة، في المسؤولية المجتمعية. أنت عندك دولة الكويت قائد الإنسانية، أنت عندك رؤية، عندك 2035. احنا هذه المبادرة هي انطلاقة لرؤية الأمير في ان الكويت نعم مركز مالي وتجاري. فاحنا بناء عليه راح نعد قادة صف ثاني، بحيث ان بعدين يمسكون الوزارات كل شخصيات. نعم. ممتاز. ويعني راح تفيد مثلا الشهادات اللي ياخذها اللي ما توظفت انا، اروح الى الجهه اللي تناسبني. شهادات معتمده. معتمده. بس شنو الفئات عفوا استاذه جليله اللي راح يتم استهدافها؟ يعني نعم. مثلا مجال معين ولا اكثر من مجال؟ كل المجالات، فنيه، رياضيه، ثقافيه. علميه. حلو. المجال مفتوح. سياسيه؟ لا 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 لا. لا لا. لا احنا السياسه يعني شويه هذا موضوع ما ندخل فيه، عندنا فئات عمريه صغيره يعني. صح. بس الكبار يعني اسم الله عليهم. يعطيك العافيه. بس البنات راح يغلبونكم.
لا بس حق الشباب قالت. لا 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 من الجنسين طبعا طبعا. وراح يكون فيها اللي هو قوانين معينه يلتزم فيها الشخص. انت لما تكون كفو وتلبس شعار كفو انت فعلا لازم تكون قائد كفو. راح تراقبون اداءه بعد ما يتعين؟ طبعا وراح ندعمه بقوه. ممتاز. لا انا غرت. راح يتم الدعم بقوه ان شاء الله. يعطيكم العافيه وكل التوفيق لهذه المبادره الجميله، فعلا تفاجئنا فيها، مبادره حلوه ونتمنى فعلا انه يطلع منها نخبه من شباب الكويت اللي يقودون الكويت في المستقبل باذن الله. امين ان شاء الله. كلمه اخيره اذا عندك. والله انا جدا سعيده اليوم ان انا كنت مع نجلاء ومحمد، صراحه شخصيات لطيفه جدا تحت الهواء، يعني انا صراحه كنت اشوفكم بالتلفزيون بس لما شفتكم لايف. وشكر للموجودين ايضا الستاف اللي معاكم، الله يعطيكم العافيه وعساكم على القوه يا شباب وانتم كفو. ما تسلمين يا جليله، شكرا لك. استشاريه الجوده الاستاذه جليله حمود الحمدان، وراح نشوفكم إن شاء الله باكر بإذن الله. على خير، مع السلامة. مع السلامة.